السلام عليكم ورحمة الله. أخواني أخواتي، بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ جولتنا اليوم. أول شيء نوصل للمكتب، طبعا مثل ما أنتم شايفين طبعا في عندنا إصابة لأحد أقرباء الفورمانية فيروس كورونا. عندنا تعليمات صارمة إنه ملابس السيفتي. وصلنا بالسيارة اخوان، وبسم الله ان شاء الله نبدأ الجولة لهذا اليوم. يؤسفني ان اقولكم ان الجولة راح تكون صعبة بعض الشيء. ما شاء الله الامطار مثل ما تشوفون، وهذا اسوأ شيء، يعني المهندس يكرهه بالاعمال فصل الشتاء، لانه السيارة حسب مشروعنا 30 كيلومتر طلوع ونزول و 56 جسر، يعني الوضع مأساوي. يعني الواحد غصبا عنه يتجاوز بعض المواقع او يرجع لها بيوم ثاني، يعني بدل ما تخلص الجولة مالتك. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بيوم واحد بدل ما تخلص الجولة مالتك بيوم واحد تخلص بيومين. طبعا اول شيء تشيك البنزين، عندنا اقل من النص، يعني لازم نفول. توكلنا على الله. طريقنا للبنزينخانة، يعني بدنا نفول السيارة. شوف اخوان، حتى التصوير بالموقع راح يكون صعب، تعذروني وما اعرف شلون راح، ما اريد اجل الفيديو بصراحة. وهاي اجواء الخريف مثل ما تشوفون، الاشجار والاوراق المتساقطة، وهاي الغازية او البنزين خانة احنا نقول عليها. تمام، بسم الله. هذا اول موقع حندخله الان. طبعا مثل ما قلت لكم اخوان، الوضع جدا سيء. اول شيء نشعل الضوء التحذيري، نعطي اشاره وندخل للموقع. شوفوا هذا الغراب، ريجن روك هالت بيكن، اللي هو حوض تجميع مياه الأمطار زي ما تشوفون. بصراحة ما أعرف شلون الجولة اليوم راح تنتهي أو نقدر نكملها إن شاء الله. يعني الوضع جدا سيء، يعني مثل ما تشوفون بهاي الإيد دا أصور للشغل، وبهاي الإيد دا أصور للقناة. ندخل بشوارع ريفية داخلية خدمية للانتقال إلى موقع آخر. شوفوا هاي كلها غابات وقطع أراضي للمزارعين. طبعا إذا أطلع برا أيضا ما راح تسمعوا صوت
بصوره واضحه. فالوضع اليوم مجرد انه احطكم بالصوره ايش دا يصير وياي. على العموم بالنسبه لكورونا الوضع جدا سيء ايضا في المانيا، وتزايد مو طبيعي، والاحتمال يرجعون يغلقون بعض المحلات والمدارس والدوائر احتمال يعني. بس تقريبا راح نوصل احد المواقع، وهاي تريلا سادة الطريق، وما شاء الله بدت المفاجآت واحنا باول كيلومتر. خليكم ويانا ننزل هنا نشوف بداية الموقع الأول أو الباب أوبشنت رقم واحد، المرحلة الأولى. تم فرد طبقة الأسفلت البيس كورس اللي هي بالألماني تراكشيشت، تمام. ناخذ صور. طبعا الصور هذه أنا أحتاجها بالتقرير الشهري، وأحتاجها أيضا كإثبات لغرض الدفعات الشهرية. تمام أخوان، هذا الأسفلت تم فرده بالأسبوع الماضي. ننتقل الى مكان اخر. يا رب يخف المطر شوي. طبعا كل ما انزل من السيارة لازم البس الهلمة، تمام. وبعدين بالسيارة تقدر تنزعها، ما عندك مشكلة. منطلق الموقع اخر. هنا عندنا احد القنوات على جانبي الطريق، او القناة هي بالنهاية احنا نسميها بالالماني الجرابن، تجمع مياه الامطار من تشوف من اعلى التل مثلا على حسب انسيابية الارض الطبيعية، وتجمع المي بهذه المنطقة، وبالتالي المي ينتقل الى الجهة الثانية من تحت الطريق، وين يروح على ريجن روك هالت بيكن اللي شفناها باول فيديو. نروح على جهة المطار، نشوف شلون التخطيط، وشوف شلون السلوبات مال الارض الطبيعية يستغلوها بصورة مضبوطة، ويمنعون تجمع مياه الأمطار ولا الفيضانات ولا اللي جاي تصير ببعض البلدان، بلداننا للأسف. هذا الطريق اللي شفناه أيضا من فوق اسفلت، شوف هنا أعمال كربستون على جانب الطريق. الاسفلت لازم يوصل إلى مستوى هذه الستورم ووتر اللي قدام الكربستون صاير. الاسفلت طبقات، تجي طبقة بلوخ تراكشيشت اللي هو بيس كورس، وطبقة بندرشيشت اللي هو بايندر كورس، بعدين تجي طبقة الديكشيشت او اللي هو الويرين كورس، طبقة الفينيشنج او النهائية. المطر هسه احنا بخير على الاسفلت، دا نمشي شوي نوك شوف منش راح يصير بينا من ندخل بمواقع اللي ما بيها اسفلت. هنا اعمال اسفلت، هنا عندنا اعمال اسفلت اخوان مثل ما تشوفون، تمام. استكمال الطريق من الجهة الاخرى، هناك الاسفلت منتهي، وذيك سيارتنا، سيارات الاسفلت جاية تريلتين، تمام. هنا بالقطار سيارات الاسفلت،
شوفوا فينيشرات اثنين ده تشتغل، ويا كل فينيشر اكو هذه المشين اللي هي اسفلت ديستريبيوتر، اللي هي تستقبل الاسفلت من التريلا وتمكسه بصوره مضبوطه، وعن طريق الحزام الناقل تحوله الى الفينيشر او الفراشه. تمام اخوان؟ فبهيج حاله راح يتجنب او نتجنب موضوع السيجريجيشن او العزل في الخلطه الاسفلتيه اثناء الفرد. هاي طبعا احنا ما نستخدمها بدول الخليج او بالدول العربيه، نستخدم مباشره من التريلا الى الفينيشر. وهذا الشيء ما نقول احنا مو صحيح، بس الكواليتي تكون شويه قد تكون بها سيجريجيشن يعني. فهاي تتجنب هذه بالضبط اللي انا مركز عليها الماكينه، هي عن طريقها نتجنب موضوع السيجريجيشن اثناء فرد الاسفلت او العزل، سموها اسفلت ديستريبيوتر. تمام؟ هاي المداحل مثل ما تشوفون شغاله بانتظار سياره الاسفلت. وهذا ايضا عندنا على الجنب مثل ما قلنا اللي هو الجرابن او القنوات الجانبيه لتصريف المياه السطحيه مياه الامطار. وهاي تريلا الاسفلت جت. طبعا اثناء المطر الشديد لازم تتوقف اعمال الاسفلت، بس هنا أنا المطر الحمد لله هسه وقف، وان شاء الله على طول واقف نكمل جولتنا بسلام. تحياتي للجميع، وفقكم الرحمن. ان شاء الله فيديو يكون مو ممل عليكم وتاخذون فكره مضبوطه. مثل ما تشوفون هذا طريق لسه ما خلص السفلت، هنا اعمال الاسفلت. وصلت هاي السيارة انتظار السيارة الأخرى على مود الفينيشرات تمشي بالتوازي. يا الله، بسم الله. ننتقل الى موقع اخر اخوان. طبعا راح ننتقل ان شاء الله لموقع ثاني او جزء يعني، ان شاء الله ما يأثر. بس تشوفون هاي اعمال الاسفلت هناك، قبل شوية كنا هناك احنا. تمام؟ هاي المداخل اللي تشتغل، الفينيشرات. شوفوا هنا بالمزار هذه، عفوا، يخلون هاي منصات للصيد. هنا طبعا الصيد الا برخصه وتدريب ودوره تدريبيه. فهاي بس لمعلوماتكم يعني شنو شلون اضع بالماني. شوف اشجار القريب، فهاي خلوها كل واحد يخليها بالقطعه مالته، او يستاجرون اراضي لغرض الصيد. أراضي خاصة طبعا. وصلنا الموقع أحد الجسور اللي هو سبعة وثمانين. فاندمنت او الفاونديشن.
طبعا هاي احد الجسور الصغيره، جسر 87. انا راح اتكلم بالالماني، ومو بالالماني، وانا مصطلحات بالالماني وبالانجليزي على مود المهندسين اللي يخططون يجون يشتغلون بالمانيا ما يعني يستفادون من هذا الفيديو. شوفوا هناك اخوان اعمال اللي راح اقربها، اعمال الشالونج او الشترينج، تجهيز الشتر للفيدر لاجر اللي هي الاباتمنت من الجنب الثاني. طبعا صعوبه دا اصور بسبب المطر، الله المستعان. هناك اعمال الاسفلت اللي كنا قبل شويه على الطرف الاخر، هذه بالاخير. هاي من الجهه الثانيه، قلنا من الجهه هذه اعمال الشتر للفيدر لاجر او الاباتمنت. تمام اخوان، من هذا الجانب عندنا الفاونديشن للاباتمنت، تم الانتهاء من صبه وتجري اعمال الدفان مثل ما تشوفون. جاي تشوفون هنا هسه اعمال دفان حول الفاونديشن، بالاضافه الى هذه الحمايه من اسياخ حديد التسليح سيفتي، هاي اللون الاحمر او البرتقالي. وشوف شلون الجوانب الستركتشر محفورة بطريقة حسب المواصفات لغرض الأمن والسلامة. هذا أحد الجسور الصغيرة، خلينا ننتقل إلى موقع آخر. طبعا هاي الشيفوس بيبي رولا بالريموت كنترول أيضا يستخدموها في أعمال الدفن كومباكشن للباكينج. بالعادة نطلع من هنا، بس هسه مسدود الطريق بسبب الأمطار، فشوف عادي أبو صعوبات الحمد لله. هذا شغل المهندس. تمام، بعد الملابس نظيفة، السيارة نظيفة. خلينا نشوف شو يصير ويانا ننتقل لموقع اخر اخوان، نشوفكم هناك. طبعا راح ندخل الموقع من طريق اخر. طبعا هاي الطرق الفرعية او الجانبية لازم الواحد يعرفها كلها. طبعا اكثر من مرة هماتين اتيه هاني مرات من يكون طريق مسكر لاول مرة اكون ما متعود عليه، فاكيد راح ابدي اشغل، او عندي الخرائط بالجنطه فاشوف شنو هي الطرق البديله، لانه مشروع 30 كيلو متر على اكثر من 5 مدن يمر، تقريبا مدن صغيره. هنا أنا ايضا اعمال ترابيه، أنا لازم أروح الجهة اللي كنت بيها، الجسر اللي كنت بيه 87، وأرجع أرجوع على مودة التصوير اللي خاص بالعمل يكون يعني متسلسل منظم. تمام، شوف هنا أنا الجريدر شغال. الو، على المساحين. الو، اعمال كربستون. هسه اسمحوا لي
اشيل الكاميرا مالتنا هاي مالت القناة وابدي بكاميرتي الشغل للتوثيق تقدم العمل. هي طبعا من مسؤولياتنا اللي هي الكنترولينج بغايش او قسم السيطرة. اخواني اخواتي اللي طلبوا مني اسوي حلقة بالمكتب اني ما ناسيكم ان شاء الله، بس خلي يصير عندنا مجال شوية ونسوي لكم حلقة وشنو شغل شنو يشتغل المهندس بالمكتب ان شاء الله قريبا، فخليكم ويانا. طبعا انتقلنا منطقة اخرى، هنا ايضا اعمال ترابية اللي هي فرد طبقة الحماية من الصقيع او الحماية من الجليد، بالالماني اسمها فروست شوتس شيست. تمام، هنا اعمال تجري عن طريق فرد المواد عن طريق الدوزر. طبعا هنا يعني بالامارات كنا نشتغل بس بالجريدر، هنا بالمانيا يشتغلون ايضا فرد المواد بالدوزر. هنا اعمال ستورم ووتر على جانب الطريق. تمام، خليني اقول لكم شغله على بالنسبه للمهندسين اللي يريد يشتغلون ان شاء الله بالمانيا. هذه الطبقة قلنا الحماية من الجليد اللي هي فروست شوتس شيشت، تجي وراها طبقة اللي هي قبل الاسفلت، الطبقة الأخيرة قبل الاسفلت هي طبقة الشوتر تراك شيشت اللي هي هذه. الفرق بين الشوتر تراك شيشت والفروست شوتس شيشت انه طبقة الحماية من الصقيع هي عبارة عن مواد ناتج ديموليشن للطريق القديم، يعني تكسير الطريق القديم اللي هي مواد كونكريتية يتم تكسير الكسارات. او من الجليد الطبقه الاخرى اللي هي شوتر تراك شيست هي مواد خام من هنا عندنا اخوان احد الجسور الصغيرة ايضا جسر 83 تم عملية حديد التسليح للقاعدة للاباتمنت، لقاعدة الاباتمنت او قاعدة الفيدلاجا فوندمنت. تمام، الجهة الثانية اعمال الشتار يشتغلون، سووا بلاندينج او بلشنا بالشتر. كلها لازم اعرف لاي مرحله وصلوا عن طريق الصور والاثباتات وننزلها بالتقرير الشهري. تمام، وبالدفعات ايضا من احتاج الصور ك يسموها لايستنج ديفايس او بيلد اب ديفايس او اثبات. ننتقل للطرف الاخر من نشوف الطين. بلشنا، يلا الله المستعان، هسه سيارتي بيضة ترجع للموقع جوزية.
أو بيجي. شباب اخواني اخواتي، عندنا هنا جسر احد جسور 82 رقمه. لسه ما بدينا بعملية الهدم لانه هذا الجسر حساس شوية. هذا فوق سكة الحديد، تمام. يراد له هواية تجهيزات، يراد له هواية سيفتي، يراد له شغل بالليل. وهاي اللي شو الاجراءات هنا مثل ما تشوفون، هذه غيزة الماكينة اللي تستخدم لعملية تحسين التربة، تخلط التربة مع الاسمنت. هاي شفناها غيزة، وهذا الجسر قلنا عملية التجهيز للهدم، بس لسه ما بدينا. راح ننتقل جسر 81، نصعد فوق نشوفكم الطريق من فوق. خليكم ويانا. هذا الجسر نصعد من فوق ان شاء الله ناخذ فيو احسن. هاي سيارة الاسمنت، تمام اخوان. هاي سيارة الاسمنت، ما اريد نطلع اسم الشركة ولا هو بين اسم الشركة. 32 تعمل دائما مع بعض، تفرد السمنت سيارة الاسمنت، وهذه الفريزة تخلط طبقات التربة، تمام. نروح على ذاك الجسر اللي هو 81، انتهى تقريبا. هذا نصوره ايضا نشوفكم اياه. هنا عندنا اعمال ستور موتر مثل ما تشوفون، اعمال دفان زين بالجيوتك ستايل حسب البروجكت سبيسيفيكيشن او الفندر دروينج حسب ما موصف المشروع. فهنا المهندس يطبق كل شيء حسب المخططات. ما شفتم هسه هذا شغل المهندس بالاطيان، طلوع ونزول، تمام. شوفوا هذا، شوفوا اكو ناس ما تحب هذا الشغل واكو ناس تعشق هذا الشغل. تعتمد على طبيعة الشخص، فاللي يريد يصير مهندس وما يحب يشتغل بالموقع يتخصص بالتصميم او بالبلانو، يعني بلانو تخطيط، التخطيط، تمام اخوان. بس انا اصعد اشوفكم هذا الجسر متغير وين وين، ونصور الطريق من فوق عشان على مود الشغل احتاج عندني الصور. يلا بسم الله، خلينا نطلع مشي. والله يلا قريبة، خليني اطلع مشي. خليني نطلع من هنا نشوف اعمال الجسر الموتر، هم تشوفون. وهنا اعمال خلي اقلب الميلينج، اعمال ازالة الاسفلت. هذا الاسفلت الرئيسي كان ارتفاع هذا، شوفوا يعني شلون يبين لكم ارتفاع هذا اكثر من نص متر. يشيلون الطبقات بعدين يكسروها، الطبقة الاخيرة تكسر، شيل طبقة الاسفلت بالميلينج وطبقة الكونكريت تحت، هذه يكسروها. هذه الهامر يكسر هناك، خليني اقرب لكم اياه. وبعدها عندنا اعمال ايضا بالجسور،
هناك جسر 79 دي و79، تمام. هذا جسر 81. خلينا نصعد فوق. شوف هذا جسر منتهي أعمال إكسبنشن جوينت والهندريال كله منتهي. أنا اللي يهمني أصور طريق من فوق هذا الجسر بالريكورد مالتنا منتهي، ما احتاج اصور، بس احتاج اكون من هاي المنطقة فوق. هذه الصور اللي تهمني، تمام. فهسه اسد الكاميرا وياكم واصور بالريكورد مالتنا. كامار ده يشتغل تكسير الطريق. طبعا اخوان اكو شغلة ما ده تشوفوها بالفيديو، هو انه الهواء ده يقص قص، يعني يطخ بالعظم مثل ما يقول، يدق بالعظم. الله يعين. لسه اني هسه ما خلصت من جولتي الشين. لا الشينية هواية 10% و15%. شوفوا هذا الجسر، تمام. لسه ما خلصنا من جولتنا الا 10 إلى 15%. خلنا أقلب الكاميرا. سننتقل موقع آخر. يا الله، بسم الله. هنا أعمال توسعة على الطريق أو تعريض. هنا عندنا أعمال حفر، وهذه الترنشة. تمديد أحد الكيبلات. تمديد الكابلات القدمية بصورة عامة، يعني أو حتى للستون موتر احتمال يحتاجون يحفرون بهالطريقة. وهذه التوسعة الجانبية للطريق. احنا ماشيين إلى موقع آخر. تمام اخوان، هسه احنا باحد الجسور المتوسطة، خلينا نقول اللي هو جسر 79 دي.
هذه الاباتمنت، هذا اصغر شيء، هذه الاباتمنت تمام. وهذه عندنا الفايلة او الروافد الوسطية، الاباتمنت اللي هي الفيدا لاقة بالالماني، والفايلة اللي هي الروافد او البير بالانجليزي تمام. فعندنا هنا تم صب البايلينج وتم صب الفايل كاب، والان الفاونديشن يعني البايل كاب او الفاندمنت او الفاونديشن، وهسه مرحلة هذيك ذاك الشتر مرحلة صب الفايلة او الروافد او البير. طبعا اكو مجموعتين من الروافد، زين هذه مجموعة، والمجموعة الأخرى الجهة المقابلنا مثل ما تشوفون. وراها تجي الربط من الطرف الآخر. هذا الجسر يعبر من فوق الطريق الرئيسي، من فوق الخط السريع تمام، عبارة عن 2 أباتمنت ومجموعتين من الروافد، تقاطع رئيسي هذا إن شاء الله يكون واضح لكم. طبعا هاي العمل بالجهة المقابل متقدم أكثر من هاي الجهة، دي يرتبون او دي ينتهون من عملية الحديد التسليح للروافد او البير او البفايلة، بعدها يتم تسكيرها بالشترات. الشترات جاهزة طبعا تجي لانه بيضوية او دائرية او اسطوانية، فتحتاج شغل دقيق بالانهاوس مثل ما يقولون تمام. نروح موقع آخر، التنقل بين المواقع راح يكون عبر هذه الطرق الفرعية او الجانبية او الخدمية تمام. مثل ما تشوفون هسه لازم ادخل على جسر 77، طبعا سيارة بها مشكلة للأسف أيضا اليوم، الحمد لله مليء بالأحداث. نشوفكم موقع آخر إخوان. وصلنا مرحلة جديدة من مراحل المشروع، مثل ما تشوفون الأعمال على يدي اليمين، أعمال أسفلت انتهت على جسر رقم 50. هذا نشعل ضوء الإنذار أو السيفتي، ننطي إشارة يمين ونحاول ندخل. طبعا الامطار خفت الحمد لله، بس ماكو مكان دخول، ماكو مكان دخول من هنا تمام. وصلنا مكان، وهذا جسر
82. هسه نصعد فوقها شوفكم نسبة الإنجاز. طبعا هذا الجسر تم الانتهاء من عملية صب الديك سلاب. بعد صب الديك سلاب او البلاتة او بوست تنشن تم الانتهاء من عملية شد حديد التسليح. الان عندنا هنا هسه عملية الجراوتينج. تمام، تشوفون شلون هو عملية ضخ المواد الاسمنتية الخاصة بهذه الهوزات بعد ان تم شد حديد التسليح بالتندر. الو، الجسر اخوان من تحت مثل ما شفتم فوق اعمال الجراوتينج. طبعا ما نقدر نتكلم بصوت عالي لانه بس نتكلم بصوت عالي يبين انه احنا نسجل فيديو وممنوع تسجيل فيديوهات او يسبب لنا شوية مشاكل. احنا جاي نغامر على مودكم، على مود نعطيكم محتوى حصري باعمال الطرق والجسور في ألمانيا. ننتقل إلى الجسر الآخر اللي هو تم الانتهاء منه بفضل الله، وهاي أعمال الأسفلت هسه. حنعبر من فوقها إن شاء الله. وهذا هو الجسر 50. تمام، بعد طبقات اسفلت، بعد طبقة بيس كورس و بايندر كورس و ويرين كورس. تمام، بس تسمحوا لي اصور. هاي اعمال الشولدر كتفت عليكم اخوان. عندنا هنا اعمال كتف الطريق او الباوكتة الكبة. المواد هاي المستخدمة مثل ما تشوفون هي تقريبا مواد سمنت ستابلايزد سبيس، يعني بيها نسبة اسمنتية. زين، أنا شغلي مو مثل بالإمارات مجال المختبرات والماتيريال، فكنت هاي أعرفها وإحنا اللي يعني نخلطها نشتغل بها مباشرة. بس إحنا لا، مجرد
على قسم السيطرة والتطوير، مراقبة نسبة الإنجاز وفما داخل بالضبط، بس الظاهر واضح جدا انه هي مواد مخلوطة بنسبة معينة من الاسمنت، فما بتستخدم لتضبيط كتف الطريق. وهذا الجسر اللي كنا فوقه هسه راح نعبر من جواه، جسر رقم 50. كابا أو البيم على ضغط الجسر بعد أعمال الستون أو الوتر الخوف. تضيف كون الشفر بعد صب آخر مرحلة من الجسر. سنجعلهم نصعد فوق بكل الأحوال، بس خلينا نروح نشوف الطريق هذا أعمال كربستون. طبقة حماية من الصقيع أو من الجليد. تمام. أعمال ستون موتر، أعمال كربستون، نرجع نلف ونرجع أعمال كربستون. نرجع على أكبر أو أطول جسر. خليكم ويانا. مثل ما تشوفون اخوان هنا تم الانتهاء من صب اخر مرحلة بالجسر. تجهيز لأعمال البوستيشن. معدات تنعيم سطح الكهرباء. شوف اخوان مثل ما تشوفون هسه هنا خيمة تم نصبها فوق الجسر. زين، خيمة كبيرة. كل منطقة راح يتم الانتهاء من أعمال الووتر بروف، راح يزحفون الخيمة إلى الأمام إنجاز أعمال الووتر بروف أو الأبدشتون للجسر بالكامل. تمام. هذه أعمال الخلط، أعمال الماتيريال الموجودة، بالإضافة إلى اعمال البيم
القديمة وجانب الطريق أو الرصيف، شلون ما تسمون تسموه، احنا نسميه هنا الكبة. هذا الجسر أعمال ستور موتر فلاش إليت. هذا جاهز مصبوب. أول شيء الووتر بروف، بعدين يتم عملية تجهيز الشتر ومد حديد التسليح، بعدها يتم الصب. مال ووتر بروف للكبة أو للبيم جانب على حافة الجسر، أيضا تتم تحت خيمة مثل ما تشوفون. لازم المهندس يتعلم الصعود للأماكن المرتفعة. تشوفون هذا الشفر لأعمال صب الكفاءة أو حافة الجسر. بعد ما كنا فوق الصغيرة، تمام، هذه من عملية صب الإكسلاب مثل ما شايفين، وهذه عملية تركيب الإكسبنشن جوينت. زين، عندنا هنا بحيرة لتجميع مياه الأمطار جازمين. طبعا هنا باقي بس اعمال ووتر بروف، اعمال الووتر بروف هنا على جنب الجسر لغرض صب البيم الجانبي او الكابه، بعدها يتم نصب خيمه ايضا لانه الدنيا شتاء وامطار، وتتم عمليه فرد طبقات الووتر بروف او الابديشتونج. زين، فوق الجسر طبعا الكابه او حافه الجسر الجانبيه البيم، البيم الجانبي من الجهتين راح يكون من هذيك الجهه، هذا الاكسبنسيف من هذيك الجهه ومن هاي الجهه ايضا، تمام. حياكم. هذولي هنا اخوان عملية تشبيك حديد التسليح للإكسبنشن جوينت، تمام. هذا الديك سلاب من هالجهة والأباتمنت من الجهة الثانية. شوفوا هذه الزاوية الإيج تنحط بليفل مضبوط 100%، لأنه الأبديشتونج مواد الووتر بروف راح تكون نفس المستوى مالتها، تمام، بالضبط تكون نفس مستوى الاكسبنشن جوينت.
وهذه الانجل ايج الستير مصممه خصيصا من الجهتين تتركب بالتوازي مع الاكسبنشن جوينت، بعدين تنصب بمواد خصيصا جراوتنج ماتيريال. الجاكيت الثاني، شوفوا هنا اخوان راح اقلب الكاميرا هاي نفسها هيج، وهذا هنا ماكو اكسبنشن جوينت من الجنب، هذا من جنب واحد يعني حسب الديزاين اكسبنشن جوينت من جنب واحد، بس الانجل هذه موجوده لغرض تحديد الليفل مال الوتر بروف اديشن. هذا الجسر من تحت نعبر على الجسر الخدمي مثل ما قلنا جسر المشاة أو الصابلة، وهذا النهر من فوق مكانات ما تصيد سمك، يحبون يصيدون السمك. الجو حار بارد، شمس غيوم مطر ما تعرف. هنا لسه بعد فترة تتم تجهيز لأعمال الدفان للمقتربات. هنا عندنا هذا الجيت كتاي أعمال أولي بحيرة تجميع مياه الأمطار. هنا تتم أعمال تغليف، ثلاث أعمال ترابية، أعمال تغليف بال interlocking tiles وال stein جرانيت. شوفوا اسمحوا لي راح اسكر الكاميرا على مود اكمل صور لايستونغ او نسبة الانجاز صور المشروع. سبحان هذه بحيرة تجميع مياه الانهار، تجمع بالجرابل وال يا رب عليك يا الله. شوفوا اخوان هذه حافة الطريق، هذه ايضا لتصريف مياه الامطار، قنوات كونكريتية خاصة ريكاست، طبعا الاسفلت راح يكون مستواها اعلى منها بشوية واسلوب الطريق موجه الها. لا مو
تتجمع فيها مياه الأمطار. أكثر من طريقة يستخدمها في مياه الأمطار لأنه ما شاء الله صيف وشتاء مطر. هذه الفلاش هيلمت نوعيتين، مكان واحد بداية السطح. شوفوا اخوان هذه كابلات السوس او السوس، ما اعرف شلون ينفضوها بالالماني بصراحة، اللي هي اغراض الطوارئ. اذا واحد عنده مشكلة سيارته مثلا او حادث، يروح لاقرب هاتف، مجرد يكبس او يحاول يتصل يفتح الخط، راح تفتح الكاميرا عند جهات الطوارئ، يشوفون المنظر اللي ورا الكاميرا، يعرفون هو بيا منطقة او على السيستم يبين يا كاميرا انفتحت عندهم على الخارطة، مباشرة يتوجهون الشرطة او الطوارئ او الاسعاف لهذه المنطقة. هذه قنوات تصريف المياه الجاهزة في كاست. خلنا نشوفون هذه الرابرات لا تبدي، هذه قطع الفلاش هيلمت، هذا الجسر اللي هو 47 هي، تم الانتهاء من اعمال الصب. الان خلينا نشوف بيا مرحلة هما. هذا الجسر مثل ما تشوفون هو احد الجسر الصغيرة فوق احد الانهر الاخرى اللي شفناها قبل شوية. هذا نهر ثاني، هي نهرين جنب بعض صايرة، تمام. ايضا يشيلون البوليثيلين شيت اللي كان مغطى به الجسر بعد ما جف الكونكريت وتمت عملية البوست تنشن او الريستريسنج، الشد المسبق للحديد. الان بعد ان تتم عملية الجراوتينج والبوست تنشن يبدون بعملية الووتر بروف او الابديشن، تمام. هذا بالنسبة لهذا الجسر. ننتقل لجسر آخر. تحياتي تمام اخوان، خلصنا الجولة الصغيرة بهاي مجموعة الجسور اللي صايرة قريبة على بعضهم. وهسه راح نرجع على المرحلة الخامسة من المشروع. لازم نطلع على الطريق الرئيسي. خليني اسد الجامعة السيارة. هذا الجسر حنعبر من جواه، جسر 50 شلنا فوقه قبل شوية. راح اقلب لكم الكاميرا. هسه لازم ندخل على الطريق الرئيسي، تمام، اوتوبان رقم 7. بسم الله. شوفوا الجو شمس شوي انه بمطر، بدينا جولتنا بمطر وغيوم هسه وبرد وحر وما تعرف، وجهي بردان وجاكيتي محتر. هنا اعمال كتف الطريق. هذا الجسر ايضا 82 كنا فوق اخوان، هذا فوق سكك الحديد، تمام. مثل ما قلنا لكم اعمال جراوتينج شفتوها هنا، وهذا المنظر الرائع. وهذا الجسر هسه كنا فوقه، هم راح اشوف لكم اياه، اللي هو اطول جسر بالمشروع اللي قلنا عليه دي يشتغلون اعمال ووتر بروف، واللي الحمد لله تم صب اخر مرحله من عنده من الجهه الثانيه.
هسه هاي الجهة اللي دا نمشي عليها بعد فترة يتحول المسار بعد ما يكمل الجسر بالكامل من الجهة الثانية بجهة اليسار يتحول الطريق عليها. شوفوا هاي أعمال الووتر بروف وأعمال الخيمة المنصوبة شفناها دخلنا بيها زين. هذا بعد ما تنتهي هذني الجسرين اللي فوق الأنهر أيضا على يسارنا صعدنا فوقاهن. بعد ما تنتهي الأعمال فوق هذه الجسور كلها يتحول المسار الطريق يصير يعبر من فوقاهن جسور، ننتقل إلى المرحلة هذه اليمينية نبدأ بهدم الجزء الثاني من الجسر وأعمال إعادة البناء. شوف المناظر، هذا الجسر أحد الجسور فوق الأنهر تمام، شفنا الشغل عليه. هنا عندنا أعمال ريجن روك هالت بيكين أيضا، بحيرة لتجميع مياه الأمطار. هنا تجاوز خطر طبعا بسبب التريلات قريبة تكون والخط مسار ضيق تمام، لازم الواحد شوي يكون حذر. هسه حندخل بالمرحلة الخامسة. المرحلة الخامسة هذه بدأت من هنا، المسار ما يحتاج أي توسعة لأنه أصلا الطريق عريض. نكبسه شوية، مجرد إزالة الأسفلت القديم وإعادة فرد أسفلت جديد، وراحت علينا الدخلة وراح ندخل من هنا. أحسن خلينا نطلع إلى جسر 36. شوف مجرد عدم تركيز شوية لأنه دا أحكي وياكم فاتتني الدخلة للمرحلة أو الموقع المرحلة الخامسة. على العموم هو ما بي أي شيء فماكو داعي أضيع وقت، مجرد تهيئة بعد ما دخلت بيه المعدات لأغراض الهدم تمام. فبس راح يفوتني جسر 38، عود نشوفه بطريق الرجعة ندخله، يا أما أكو دخلة على 38 حدخله من هنا إن شاء الله. خلينا نشغل الضوء التحذيري، راح ندخل من هنا تمام ونرجع نروح على جسر 38. رب ضارة نافعة، يعني الحمد لله المدخل اللي طافنا وكان لمصلحتنا، شوية كسبنا وقت تمام. خلينا نصور هنا اسمحوا لي وارجع لكم صور مناطق تشوين مواد نتاج تكسير الطرق اللي هي هذه تمام. خلينا اصورها وارجع لكم اخوان. طبعا مثل ما تشوفون الطريق مسدود بالنسبة لبقية السيارات بس للمشروع، السيارات على المسار الآخر تمشي. الجسور اللي هنا كلها ما راح يتم هدمها لأنه عريضة بما فيه الكفاية، فما راح يتم التوسعة لهاي المسارات. احنا بطريقنا حنشوف جسر 38. شوف على الجهة الثانية اكو ايضا اعمال الجرابن او القنوات صرف المياه السطحية الجانبية زين، وهنا تشوين مواد نتاج القطع تستخدم كمواد سبجريد. هذه طبعا المطبات المرمون فوقها هي عبارة عن دكتات تم إنشائها وتجهيزها قبل البدء بأعمال الطريق. وصلنا جسر 38، بكل الأحوال احنا راح نرجع من هنا نطلع للطريق الرئيسي أيضا، نرجع على هذه الفتحة تمام. بس خلينا نشوف هسه شوفكم جسر 38 وشنو عندنا به ونرجع. بسم الله توكلنا على الله، نرجع نروح على جسر
36. نوقف السيارة، عفوا، نخفيها. طبعا أهم شيء أن لا أحد شافك من أي مشروع آخر أو من الجهات الحكومية وأنت بدون السيفتي هلمت راح يسوي لك مشاكل. شوف أخوان هذا تتم عمليات إزالة الطبقات الأسفلت والترابية وإعادة إنشائها من جديد بدون أي توسعة أو تعريض للطريق. إحنا باتجاه أحد الجسور أيضا الصغيرة اللي هو جسر 38. راح أقلب الكاميرا بنفس الوقت نبدي نصور مشروع. مثل ما تشوفون أعمال البايلينج، تم الانتهاء من أعمال البايلينج. تنظيف البايل هيد او البايل هيد مو بفايلة كبف، تمام، تم تنظيفها وتجهيزها لأعمال تجهيز القواعد. تم صب عمليات تم عملية صب البلايندينج اللي هو زوبركايت شيشت بالألماني، بلايندينج بالإنجليزي طبقة النظافة بالعربي. بعدها ينحط الشتر هنا على الجهتين زين، ويبدأ عملية حديد التسليح للأباتمنت أو البيدا لاجر. تمام، هو كلفرت، هذا مثل البوكس كلفرت، جسر صغير. تمام، شوفون السيارات اللي تعبر من فوقها، يعني ممر السيارة واحدة طريق خدمي للمزارع اللي على جانبي الطريق، مو تقاطع رئيسي يعني. تمام، فقلنا هم مرحلة احنا لازم نعرف، يعني مسؤول من واجباتي انه اعرف اني باي مرحلة وصل كل جسر، باي مرحلة وصل كل طريق وليون واصلين. فانا اوثقها بالصور لانه صعب تتذكر ذاكرتك 36 كيلومتر طول، 56 جسر، يعني الكمبيوتر مرات تنمسح منه بعض الداتا بالغلط. فهذا جسر 38، نروح على جسر 36 اللي هو اكثر من مره حكينا فيه، اللي هو جسر اجلكم الله الحيوانات اللي تعبر من غابه الى غابه اخرى. تمام، انتهينا من هذا الجسر وتوثيقه، ننتقل إلى الجسر الآخر. تحياتي. شوفوا أخوان، حمامات بكل المواقع، كل حمام كل موقع بحمامات. يوميا تجي سيارات تجهزها وترتبها وتنظفها. هسه احنا نحاول نطلع الطريق الرئيسي، عم ننتقل إلى جسر 36 مثل ما تشوفوا أمامنا. هذا
جسرته من الانتهاء من صاع مال الكونكريت بالكامل، وهسه دا نشوف شنو الاكتيفيتي اللي دا يشتغلون عليها. تمام، طبعا هسه وقت غدا صار، لازم امر اخذ الاكل مالتي سفري من المطعم، وبعدها اكمل المشوار. ما شاء الله ماشيين هنا اعمال، خلينا نشوف. طبعا من اسبوع لاسبوع فرق هواية بالشغل، فماكو يعني وسيلة للتوثيق غير التقارير والصور اليومية والأسبوعية. طبعاً شركات كثيرة مشتركة بالمشروع، شركتنا كشركة رئيسية، باقي الشركات نسب أقل أو شركات سب كونتراكت. إحنا الشركة الرئيسية اللي مستلمة العقد، وعن طريقنا تتم عملية المتابعة والسيطرة والكنترول والتحصيل الأموال وكذا، يعني الكواليتي الجودة. أيضا شغلين ويانا شركتين خاصة للكواليتي. بس نلف للمطعم نطلب غدانا ونرجع للجسر هذا نفسه 36. دخلنا للمطعم ماكدونالدز. بسم الله، المحفظة بس. وهذا المطعم، خلنا نطلب. هلو، غوتن تاك. Okay. Willkommen bei McDonald's. Ja, bitte. Viermal Chicken Burger, normal. Viermal? Ja, viermal. Ja. Und ein Cola Mittel. Ja. Und noch ein Pommes, auch Mittel. Mittelgroß. Außerdem? Kein, danke. 11:84 am nächsten Fenster, bitte. Alles klar, vielen Dank. Gerne. Tschüss. تمام، طلبنا هسه احنا لازم نستلم من هنا، او مو نستلم، لازم ندفع فلوس هنا. شيورو من الجسكوت. من هنا الشباك الثاني ندفع فلوس، بالأخير نستلم الطلب مالتنا وننطلق إلى جسر 36. تمام أخوان، شو السالفة؟ صار له ساعة يريد يدفع بالبطاقة، أخرنا وقلب الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. Chicken Burger und Pommes und
Yeah. On this toy, wie viel kostet für die Kinder? Bitte? This toy, wie viel kostet? Für Happy Meal und Einzel kostet 3 Euro. Aha. Und Happy Meal kostet 4 Euro. Ja, ja. So, 16 Cent zurück. Dankeschön. بقى بس الاستيلاء هذا الشباك اب هون الاستيلاء الو الو يا دانك شون فين دانك كل شوي لازم اخذ البخبخ ايده Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Bullock. Guten Appetit. يعني طعاما شهيا أو يتشنين أخذنا لكن مانا خلينا ناكل لنا سندويشة وبعدين نطلع للموقع. صوب بالباركينات الحمد لله والشكر كنا لنا سندويشة. هذه شوفوا اخوان نقطة انقلاب في المشروع، يعني الحين هاي المرحلة المطعم هو اخر نقطة في المشروع تقريبا، يعني بعد حتى نهاية المشروع، بس ما نقدر نلف على الجهة الثانية إلا من هذا التقاطع. فأني دائما بالتخطيط مالتي إنه أجيب وقت الظهر وتصير وصولي لهنا أخلص النصف الأول من المشروع كزيارة، يعني أكون وصلت جنب هذا المطعم. أمر مو معظم الأوقات، يعني مو على طول، أخذ غداية من هنا بسم الله أبدأ المرحلة الثانية، استراحة صغيرة وأبدأ المرحلة الثانية من زيارة المشروع، لأنه متعبة بصراحة. 30 كيلومتر، 56 جسر، مختلفة ظروفها، مختلفة الوصول إلها بطرق مختلفة، الطرق مو على طول سالكة، مرات طريق تسكر طريق انفتح، يعني شغلة مو صعبة وإنما وقت يعني طول. بالشتاء شفتم يعني من بدينا الجولة الدنيا مطر، وهسه شمس وغيوم وما تعرف، يعني احتمال على آخر الجولة راح ترجع تمطر الدنيا، الله أعلم. المهم احنا متحسبين لكل الظروف، لازم من يطلع الواحد هنا بألمانيا لازم تكون معاه بشمسية، تكون معاه جاكيت بالجنطة، لازم يعني ضروري هاي الأشياء تكون عنده. شوية ونوصل إن شاء الله مشروع أو الجسر 36. دخلنا للجسر 36 مثل ما تشوفون، نصعد فوق نشوف عندنا عملية تركيب الكرين الثالث، التاور كرين، تتم عملية تركيب كرين الثالث
اللي اعتقد يحتاجوا لاعمال لارمشوتس باند، تركيب جدران الحمايه من الضوضاء. وهذا الجسر طبعا ماكو اي اكتيفيتي جديده، بس تم تركيب الهاند ريال الجانب هذا واساسات الجدار الحامي من الضوضاء. احد الفيديوهات صعدنا فوق، واذا تريد تشوفون تفاصيل اكثر تقدرون ترجعون للفيديوهات السابقه. هذني المكعبات، هذه فاونديشن للجدار حمايه من الضوضاء، وهذني الهاند ريال اللي هو راح يكون حماية للسابلة أو الأشخاص اللي قد يكون متواجدين يعبرون أيضا من غابة لغابة، أو السواح أو أصحاب المزارع. فراح يكون فاصل بين المشاة والجسر هذا الرئيسي اللي هو خاص للحيوانات، هو الجدران الحماية من الضوضاء. أعمال الريبيرنج تجري على الجسر والتجهيز لأعمال الدفان. اعمال الدفن بصورة الشجر والفريمات نقلها وتشوينها وإعادتها الى مقر الشركة. تفضل لا تم الانتهاء من الجسر، صب الجسر وأعمال الكونكريت بالكامل. اسمحوا لي هسه أصور للشغل وللتوثيق. شوفوا اخوان، اكو ناس بدها تشتغل فوق على هذا الارتفاع. وهو هو قوي، المفروض يكونوا رابطين سيفتي بيلت. بالضبط جدا خطر ارتفاع الشارق هذا. شوفوا هاي الغابة، وننتقل لموقع اخر. اخوان خليكم ويانا، خلي نقرب لكم الطريق. ما عندنا وقت، كان صعد من فوق ان شاء الله على المستقبل. اذا تحبون شيء معين، تحبون تشوفون شيء معين بالموقع بموقع العمل، اكتبوا لنا بالتعليقات وان شاء الله نلبيكم. خليكم وياي. عجبني كلش هذا المنظر اثناء التنقل
بين المواقع. هسه طلعنا من الجسر هذا 36 اللي شفتوه، وهذا الطريق الرئيسي اللي هو مشروعنا مثل ما تشوفون. جاء مشروع آخر أو موقع آخر. طريق وعر تشوفون هناك احد الجسور الصغار المنجزه، وهنا احد بحيرات قطار المنجزه، وهنا تشوفون طرق مفترق طرق، طبعا هذا يودي الى مكان وهذا يودي الى مكان، طبعا بعد ما يتيه الواحد شم مره بعدين يصير يعرف الطريق. شوف الاوراق المتساقطه وشوف الخريف ما احلاه، والجو الحلو بدون مطر، نص المطر الله المستعان، الله المستعان بكل الأحوال. تمام، بس عمود اشوفكم شلون الطريق من موقع لاخر، مو كله بنفس الموقع لانه المراحل تبدي الترناتيف يعني بالتبادل، يعني وحده نبدي نشتغل بها الثانيه تكون عليها محول الطرق بالكامل، محول الترافيك عليها تكون مفتوحه، والثانية تفتح يمين يعني الأخرى تفتح من جهة اليسار، يعني بالتناوب لها تخطيط معين وإلى موافقات مع حركة النقل مع دائرة النقل والدوائر الحكومية والمرور. تمام، من اللي ندخل بيها وإحنا رايحين لشغلنا، موقع العمل. طبعا الطرق الداخليه يراد لها صيانه، مو مثل بالامارات. هنا عندنا جسور اثنين ما اريد اروح لها، منجزه طبعا، خلينا نكسب وقت ونروح على الجسور الاخرى. عندنا 41 42 راح اروح على 43 وال44. هاي طلعنا من المدينة ولسه ما وصلنا الموقع مالتنا. شوف اخوان خلصنا مدينة، وهاي مدينة ثانية حندخل بيها، واحنا قطعنا مرحلة واحدة تقريبا هي 6 كيلومتر، يعني الانتقال من مرحلة إلى مرحلة هاي تقريبا راح نقطع مدينتين، هاي وكلهايم اسمها.
بسرعة. شوف الأوراق في الشوارع، أجواء الخريف، وإحنا راح نلف يسار اتجاه موقع. غازية او شيشة بترول او بنزين خانة، وهاي المدينة تقريبا راح ننتهي من عندها ايضا. نشوف اشجار على جانبي الطريق، ما احلاها، سبحان الخالق. جسر 44 اللي احنا ما راح نمر عليه منجز بالكامل. احنا راح نطلع على باتجاه هنوفر، نكمل مشوار العودة. قطعنا مدينتين، وهذا احد احواط المياه الامطار، وهذا احد الجسور المنجزه، وهي اعمال الفنسينج والجرابن على جانب الطريق، وهذا طريق منجز من قبلنا، اعمال الرود ماركينج بالكامل، طريق جاهز بالكامل اليميني، وهو مقسوم بالنص. هسه اربع لاينات مقسوم باتجاهين مثل ما تشوفون، تخطيط الطرق، الرود ماركينج، الجارد ريال او شتس بلانكا بالألماني، منتهية الأعمال. وإحنا باتجاه الجسر 50، نفس اللي دخلنا عليه عم ندخل على الجسور اللي أرقامها بالخمسينات، واللي هي في طور الهدم وإعادة البناء، فما راح ندخل من هنا. أكو دخلة من هنا ما راح ندخل بيها، لأن أوريدي إحنا عبرناها. هذه الدخلة ما راح ندخل فيها، هذه مال استراحة أيضا بالطريق للتريلات وللسيارات وحمامات موجودة، هاي أيضا من شغلنا، يعني من ضمن المشروع، انتهت وسلمناها. وهذا الجسر اللي كنا به اللي هو 47A اللي قلنا تجهيز لأعمال البوستنشن والكراوتينج، بعد ما تم صب الديكسلاب وجاي يشيلون الأغطية والبوليثيلين شيت من فوق، إذا تتذكرون بداية الفيديو. تمام، هنا تشوين مواد، أكو الشوست بلانكا أو الجارد ريال. وهسه راح نمر من يمه الجسر الطويل، أطول جسر بالمشروع، نمر من يمه تقريبا طوله أكثر من كيلومتر. هذا الجسر اللي كنا فوقه 47A 47،
بي. هذا كله مشينا مشي صورنا لكم اياه. هذه الروكات بيكن اللي بيها اعمال البلاط واعمال الانترلوك انتال شوفناكم اياه. هذا 47 بي جسر صغير يمر من فوق النهر شوفناكم اياه زين. وهذا اطول جسر قلنا لكم بالمشروع ايضا صعدنا ومشينا فوقها. وهذه اعمال الووتر بروف وهاي الخيمه اعمال الابلشتونغ. هذه اعمال البيم الجانبي او الكابا تمام. هذا الجسر كله لحد الان ما انتهى. وهنا تمت صب اخر مرحله هنا هذه المنطقه اخر مرحله بالجسر. وهذا الجسر 47 سي هذا 48 اللي عليه هنا المعدات وين ما انتهت الكربستون. هنا جسر 48 ايضا اجينا فوقها شفنا طبعا الدفان صاير اعلى من الهاندريل لذلك ما يبين. اكو جرابن على الجانب جانب الجسر. هنا مصنع كونكريت بالطريق موجود يم جسر 48 شوفوا بيتون ميشن لاقة مصنع خرسانة مصنع كونكريت. هنا الجسر 50 كنا فوقه هذا اللي خالص اسفلت. هذا عفوا جسر 49 هسه اللي عليه كرينات ايضا شفناهم جاي يشتغلون جراوتين. وهذا الجسر 50 هنا اللي عدينا مو فوقه كان خالص اسفلت. هذا بالضبط. وهسه راح ندخل على جسر نبدي بالجسور الخمسينات طبعا نشغل اضواء التحذير مال السيفتي وانه احنا دا ندخل منطقة العمل. طلعنا من الطريق الرئيسي تمام. راح نلف ان شاء الله على ندخل بسلام. هسه احنا داخل الموقع مثل ما تشوفون الطريق صار على يسارنا. وهذا اول جسر اللي هو 51 اول جسر في الخمسينات 51 جسر 51. اسمحوا لي عاد اصور للشغل. تحياتي. طبعا دا اصور بموبايلين بس على مود تشوفون شلون الدخول للموقع وشلون هنا. طبعا عندنا الجسر هذا صغير مثل الكلفرت يعني ايضا بوكس كلفرت يعتبر. انتهت اعمال البايلينج اعمال البايل كاب اعمال بلاندينج والبايل كاب فوقها والشترنج او الشالونج وأعمال حديد التسليح. الآن هم دا يشتغلون أعمال تسليح تمام. بالمرة الجاية ندخل جوا إن شاء الله نشوفكم. لسه ما بادين هواية بس يدخلون بالتفاصيل التسليح. نشوفكم أيضا الشتر من الداخل تمام. سنطلع من الغابة نحاول ننتقل إلى جسر آخر أو إلى الطريق الشتكة للعمال طريق زلج أو زلق يراد له شوية حذر. أوراق فوق الطين تسوي يعني تأثير سلبي الانزلاق يكون أكثر. مرات نحتاج نستخدم الفور ويل. تقول الحمد لله وقف المطر ولا كان بسم الله
شوف السيارة تمشي طول وعرض. بسم الله ما عدنا أعمال حفر، خليني يسمحوا لي أصور. طبعا بدينا الآن أعمال أو طريق الرعب. نحط أول شيء على الفور ويل، تمام. بسم الله نبدأ شوي شوية. يتم تجهيز التوسعة على جنب الطريق أو هذه الجهة اليمين، تعريض الطريق وأعمال البوشينج أو السايد سلوب اللي جنب الطريق هذا، لأنه مرتفعات فعلى مود يتجنبون انهيار هذه المرتفع جنب الطريق، فتتضبط بالسلوب معين حسب المواصفات. الطريق القديم لازم نصور. هاي بقايا حديد التصليح، اكو هذا اشوفكم اياها اسمها الفالزة مثل البلايس، يكسر الكونكريت ويطلع منه حديد التسليح. هسه اشوفكم اياها، هذه هي نفسها الباقة او المعدة هذه. يشيل الراس مات الهمر هذا ويركب لها الراس هذا الهيد الفالزة مثل البلايس، شوفوها هذه تكسر الكونكريت وتطلع منه حديد التسليح، تمام. وهسه عندنا هنا قلنا المواد الفروست شوتس شيشت اللي هي الحماية من الجليد، كلها تنفرد قبل شوتر تراك شيست، قبل الطبقة النهائية اللي تجي قبل الاسفلت. هاي جواها تصير كلها من نتاج تكسير او هدم الطرق القديمة. شوف هنا هاي المواد كلها تدخل بالكراشر ويتم اعادة تدويرها. شوفوا هاي الكسارة موجودة امامكم، ناخذ لنا صور. تكون هاي المواد اللي فيها هذه بقى، ننزل المواد هنا وتم تكسيرها، وبالتالي تنتج هاي المواد عندنا اللي جاهزة للفرد أو جاهزة، يتم تشوينها هناك، تحميلها وتشوينها. طبعا هذه تكون خطرة فيها حديد تسليح هذا الشيول. دا اصور للشغل ودا اصور لكم. هذا جسر 52، هذا جسر فوق، هذا الجسر يجي فوق الطريق يعبر على الجهة الثانية. ايضا وان لاين او وان لين جسر خدمي، نفس الجسر اللي صعدنا فوقه. Thank you.
بعد ما تمت عملية الميتير أوستاوشن وقطع المواد اللي كانت الاكزيستنج اللي موجودة أصلا بالطريق، تم إزالتها وفرد مواد جديدة أو إعادة تدويرها واستخدامها. تمام، شوف أخوان هنا أعمال الاستورموتر، وهذا أعمال توسعة الطريق. الله، بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. جبال من الطين وال بالشتاء الشغل صعب جدا، يعني فضل رب العالمين الله لطف فينا ووقف المطر، ولا تخيل لو هسه تمطر الدنيا، تخيل لو هسه الدنيا تمطر. هذه التوسعة، صور طبعا احنا دا نصور واحنا نمشي، دا صور بكاميرتين على مود يكون عندكم محتوى مفيد. هذه التوسعة على جهة اليمين، هذا الطريق القديم، ويعمل ستور موتر على جهة اليسار. هنا بلش طبقات، منزلين طبقة من هاي الريسايكل، شوف هنا بلشت انه ما بيها مثل السبيس مواد ماتيريال، فتكون نظيفة ما بيها طين وما بيها. خلينا ننزل نشوفكم او نصور السايد سلوب. ريسايكل مثل ما نشوف، تجي طبقة أو طبقتين وراء تجي شوتر تراك شيشت. أعمال تشوين المواد سنشوفكم إياها، نسوي الهزوم عشان وين طالعة. شوف الدوزر وين طالع، الشيول طبعا يسووها بسلوب هضبة كبيرة جدا عالية، طبعا ما مبينة من هنا. سلوب جهة مثل مصانع الاسفلت تشوين المواد، على مود تقدر تصعد عليها المعدات او ال كي بي او التريلات وتنزل المواد ويتم تشوينها على شكل استبكات كبيرة. شوف اخوان المواد اللي نتاج الريسايكل او كسر الطريق يتشون بهاي الطريقة على جانب، حسب طبعا تخطيط الباولايتر او مدير المشروع، المنطقة اللي هو يختارها على مود التخزين تكون قريبة من المناطق اللي يريد يستخدمها المواد دي، على مود يوفر شنو يوفر تكلفة للترانسبورتيشن. وهذا جسر آخر، جسر 3 4 5 4 5
يتم عمليات عديد التسليح للأباتمنت. هذا الموقع في أعمال جديد التسليح للدلاقة أو للأباتمنت أو الدعامات بالعربية ممكن نسميها. على جانبي الجسر الجهة ذيك والجهة بعد ما تم أعمال البايلينج، في حال بعض الكلفات ما بها أعمال بايلينج، بعضها بها بايلينج بعدين بايل كاب وبعدين عفوا بايلينج بعدين بلاندينج بعدين تكسير وتنظيف البايل البايل هيد بعدين تسليح البايل كاب او الفيدالاجا فاندمنت او الاباتمنت اساس الاباتمنت الفاونديشن، وبعدها صب القاعده ومن ثم صب الدعامه او الاباتمنت او الفيدالاجا. نصور لنا كم صورة للأغراض التوثيق. جسر آخر، شوف الصقر أنواع الطيور موجودة حلو منهم. شوف أخوان هاي الطبقة زين، هنا نبين حتى طبقة الحماية من الجليد، وضع طبقة اللي هي شوتر تراكشيست اللي هي قلنا البيور الكراشت أجريجيت أو تصير سودا لونها محتم اكثر مبين. تمام، فهنا مبين كل ليش واضحه لكم طبقات الطريق، اول شيء البريبريشن فاونديشن او طبقه سبجريد اذا كان اقل من الفاونديشن رصيف، وعندنا ايضا قنوات تصريف قنوات كونكريتيه مجهزه للتصريف من مراحل الامطار. شفناها باخر الامطار. تمام، نصور للتوثيق الان، خليكم معنا. شوف دواني الشمس طالعه، دواني الشمس طالعه، دواني ما تعرف. على العموم هاي الطبقة آخر طبقة قبل طبقة الأسفلت، تحتها قلنا طبقة الحماية من الجليد واللي هي نتاج ريسايكل إعادة تدوير المواد الكونكريتية. الكربستون وراها خط الستون موتر او المناهيل للستون موتر. تمام، نوصل للجسر اخر والطريق مسدود لهذا الجسر. Thank you.
اصور بكاميرتين او بالموبايلين، فانتوا تحملوني لانه انا على مود ما اقطع التصوير عليكم. شوف هذا السايد سلوب، عملية تربط السايد سلوب. ناخذ لنا كم صورة للجسم من فوق ولو احنا كل احوال مظلمة. طريق مسدود، طريق مسدود من الجهتين. هذا الجسر 56. شوفوا اخوان، يعني هسه الطريق مسدود هنا، انا لازم الف اني خارج المدينة. مال بلاندينج ماكو اي تقدم، من الاسبوع القادم نفس الشغل نفس الوضعية. طبعا اخوان الطريق مسدود، فلازم نلف من خارج المزارع او خارج اذا اكو مدينة نلف من ورا المدينة تا نرجع للطريق من بعد الجسر هذا. ادري الفيديو راح يكون جدا طويل عليكم، وهواي اصدقاء ومحبين مثل اخونا المهندس محمد الجبوري نصحوني، قالوا انه على اليوتيوب خلي الفيديو 10 دقائق على مود المشاهدة، يعني العالم تشاهده كله، وعلى مود يعطي الجوجل بي ريكومنديشن، على مود تجيب مشاهدات اكثر. بصراحة انا يعني اوكي عندي هدف انه اجيب مشاهدات هلو وتفاعل من الاخوان والمتابعين المشتركين بالقناة، بس بنفس الوقت الهدف الرئيسي من القناة هو هدف تعليمي. شفت اني اصلا شفت ماكو تفاعل بالفيسبوك، لغيت حتى صفحتي على الفيسبوك لغيتها، لا نزل فيديوهات بيها ولا بعد، لانه ماكو مهتمين بالمحتوى الهندسي بالفيسبوك، تحول الى ما اريد نحكي كلام اكثر. المهم الفيسبوك بالوقت الحالي ما دا يعجبني، يجوز بالمستقبل الله اعلم يجوز اغير فكرتي او نظرتي، بس حاليا القصد من الكلام هذا نكسب وقت واحنا رايحين للموقع الثاني، انه الهدف تعليمي. فمهما طول الفيديو، الاخوان المهندسين اللي يريدون ياخذون فكرة عن الشغل بالمواقع خصوصا شغل الطرق والجسور حياهم الله، يبقون وياي يشوفون الفيديو من بدايته لنهايته. والاخوان اللي ما يهمهم هذا الشيء حقهم الشرعي، هذا مثل ما يقول حقهم الطبيعي، انه اشكر اشتراكهم بالقناة بالرغم من انهم يجوز ما عندهم اهتمام بهذا هذه المواضيع، بس يعذروني لانه انا بصراحة ما عندي الوقت الراهن اي محتوى غير هذا المحتوى. وان شاء الله اسأل الله ان يكون صدقة جارية لامي وابوي الله يرحمهم، كل واحد يستفاد بمعلومة ويشوف شغلة بالموقع، موقع العمل يستفاد منها. وأي أسئلة عندكم إن شاء الله بحكم يعني
على قدر خبرتي المتواضعة إن شاء الله ما أبخل عليكم بالإجابة. والأخوان اللي يريد يشتغلون بألمانيا أيضا إن شاء الله ما نقصر وياهم، خصوصا المهندسين المدنيين إن شاء الله ننطيهم نصائح تفيدهم شلون من طريقة البحث عن عمل إلى كتابة السي في أو الليبنزلوف إلى أن إن شاء الله يحصل شغل. الحمد لله أحد الأخوان حاليا يشتغل بشركة ويانا بنفس الشركة، يعني مو نفس شركتي وإنما شركة بلانوم تشتغل ويا شركتنا في هذا المشروع أيضا بفضل رب العالمين عن طريق تواصله وياي ما شاء الله عليه. هو أخونا من سوريا مخلص دراسة ماجستير هنا بألمانيا، شاب طموح بفضل رب العالمين قدرنا ندخله بسوق العمل مبدئيا. هي الدخلة الأولية هي أصعب شيء، وراها كل شيء يكون سهل. فنصور هنا فالفيديو راح يكون طويل، اللي يشوفه كله أو يستفاد حياه الله، واللي ما يشوفه كله هم جزاه الله خير. تمام أخوان، خلينا نقلب الكاميرا شوية ونصور لنا كم صورة. عندنا هنا ريجن روك هالت بيك، هالت سايد شيء جديد بهذا الموقع. نرجع نتوكل على الله. كنا بيه قبل شوية فالطريق مسدود قلنا لكم، بس شفت المنطقة ريجن روك هالت بيكن أو بحيرة تجميع مياه الأمطار اللي جنبه رات صورتها، وهسه لازم أروح على الموقع. يمكن ثلث وقتي أني أقضي بالتنقل من موقع الموقع. شوف السطر هذا فوق ما مبين. لأنه ما تقدر تمشي بسرعة، طرق كلها واعرة. لازم ننزل من هنا. نعم ونشوف الأعمال هنا. أعمال بودن فبسغونغ أو أعمال
تحسين التربة. خلينا ناخذكم صورة ونرجع لكم. شوف اخوان هنا عندنا اعمال بريبريشن فاونديشن، هذا الانفورميشن او الفاونديشن انفورميشن ليفل، يعني تجهيز طبقة الارض الى الفورميشن ليفل. الفورميشن ليفل اللي هو المنسوب الارض او منسوب الطريق قبل ما تبدي تنزل الطبقات الترابية اللي هي سواء سب جريد سب بيس سمنت ستابلايزد ويت ميكس وات ايفر ماتيريال بالالماني فروست شوت شيشت والشوتر تراك شيشت والطبقات تجي البيتيومين او الام سي 70 وبعدين تجي طبقات الاسفلت اللي هي البيس كورس والبايندر كورس والويرينج كورس بالالماني تراك شيشت وبندر شيشت وديك شيشت. فهذه هي طبقة الفورميشن المهندسين الطرق الجدد تمام. وهنا الجريدر ده يشتغل يلفل بالاضافة الى اعمال عندنا البودن في بسغونج او سويل امبروفمنت. هذا الجريدر مثل ما تشوفون ده يشتغل اعمال الليفلينج، وقدام ده تشتغل الفريزة اعمال تحسين التربة. شوف اعمال الانتفاساغونج او الستور موتر تمام. هاي المناهيل وال فلاش اللينت المياه السطحية، هاي اعمال سويل في بساغونج او عفوا بودن في بساغونج او سويل امبروفمنت بالانجليزي وبالعربي تحسين اعمال التربة. شوف هذا الاسمنت مفروض اوريدي من هذيك السيارة اللي فردت الاسمنت، وهنا الفينيشر او الفريزر تقوم بعملية خلط السمنت مع التربة طبقات التربة تمام. وتدخل المدحنة هنا مباشرة وراها الشيبس او الشيفوتس رولا شيفوتس شيب فوت بالانجليزي شيب فوت رولر بالالماني شيب فوس فالزا تمام اخوان. هاي اعمال ستور موتر على جنب الطريق، وهاي المدحنة مباشرة شغالة. شوف يتم تمكيس المواد تمام. هاي اعمال ستور موتر مثل ما تشوفون والجيت ستايل واعمال الفلتر ماتيريال. وننتقل لموقع اخر جبناها على الفلتر ماتيريال اخوان. هذه هنا البايبات تكون بيرفوريتد بايب، يعني بايبات مثقبه، فالمواد هذه الاجريجيتس مثل الفلتر المياه السطحية اللي تنزل للطريق او تنزل للباطن الارض تدخل من هذه المواد وتدخل في الكريت الباطن وتصب طبعا حسب الجرافيتي سلوب للمناهيل الرئيسية تصب بالاخير بالاحواض وبحيرات تجميع مياه الامطار، وبالتالي يتم تدميرها للمزارع او الانهار قريبا.
هنا عندنا الجدران الساندة، هذه بس يتم عملية حفر لخطوط المجاري أو لخطوط الستورم ووتر، لما تكون التربة غير مستقرة يتم استخدام هذه الشيت بايل أو الجدران السبورتد وول لتجنب انهيار جوانب الحفر على العمالة أو على خط الستورم ووتر، تمام. خط البايبات هنا أنا لازم نقف نصور السياج. طبعا هاي المرحلة منتهين منها أيضا مثل ما تشوفون، بس الطريقة اللي عليه ترافيك مقسوم بالنص، نص احنا بعدنا دا نستخدمه ونص فتحنا للترافيك الرئيسي، بس الطريقة اللي احنا دا نستخدمه لسه ما سوينا له رود ماركينج على مود ما يتلف زين، يعني بس نخلص من عده من استخدامه وينفتح الشغل بالجهة اليسارية بالكامل، وهذه نفتحها بالكامل نخططها ونسلمها تسليم كامل للدولة، وبالتالي ننتقل للجهة المقابلة إن شاء الله، تمام. خلينا نصور السياج الجانبي، وهذه الجارديال أو بالألماني يسموها شوتس بلانكا، تمام، حامي الطريق. For information, for your information. إن شاء الله جاي تستفادون إخوان من هاي الفيديوهات، الهدف هو فائدتكم يا رب، وأي سؤال يخطر ببالكم اكتبوا لي بالتعليقات وإن شاء الله ما قصر وياكم. أنا أحاول قدر المستطاع، بس أكيد راح تفوتني معلومات، وأكيد بيكم البركة في مهندسين كثير خبرتهم أكثر من عندي هم يقدرون يجاوبوكم على التعليقات. والله يوفق الجميع إن شاء الله. قبل ما نبدأ بعملية التصوير شوف الدكشش شلون الحافة مالته تكون، تكون عالية بأسلوب معين، المي ما يقدر ما يجي يدخل أو ينزل بصورة عبثية، وإنما ينزل عن طريق هوزات مركبة على جانبي الطريق تشوفوها زين، هذه تنزل على المولدة اللي هي هنا زين، حسب اسلوب الارض الطبيعية تتجمع وتنتقل الى مثل ما قلنا الى اخواط تجميع مياه الامطار، وبالتالي يتم تنظيفها من المواد والشوائب والدهون اللي جاية من الطريق وإعادة تدويرها للمزارع والمياه الأنهار بعد ما تتنظف، تمام. وإن شاء الله كل هاي المعلومات تفيدكم، والله الموفق. شوف اخوان هذا السياج اللي دا يتركب هنا على جوانب الطريق، الغاية منه هو عدم خروج الحيوانات للطريق الرئيسي، وبالتالي تصير حوادث يعني مثل غزلان شيء، اي حيوانات ثعالب على مود ما تطلع للطريق وتؤدي للحوادث. مثل انا قبل كم اسبوع دعمت غزال والله في الطريق، تأخرت بالليل، وهي بالليل تكثر طبعا تقطع الطريق، فدعمت غزال بس الحمد لله كنت ماشي يعني مو بسرعة وما مات، بس لو متأخر كان دهسته سيارة أخرى لأنه طفر على الجهة الثانية، فجبت سيارة واحدة عدت من فوقها بدون ما تدوس عليه، نزلت أدور له بعد ما ضربت لقيته بالجهة الثانية، الدنيا ظلمة فما جاء أشوفه. شوفوا هذا السياج مثل ما قلنا، وجنبه جرابن، شوفوا الحفر هذه اللي يمه لتصريف المياه السطحية مثل ما قلنا. المهم شفته عاد على الجهة الثانية وسحبته
ورا جهة السيارة، والحمد لله ورا شوية كان دايخ ورا شوية قام وتوجه للمنطقة اللي يريدها. أعتقد هذه الصورة نحتاجها، خلي أرجع لي ورا ولا أكو قدام سياج آخر. هذه الأسيجة طبعا كلها تم إنشائها حديثا يعني، لذلك لازم نوثقها. هاي إذا نفتر بالموقع أكو هواية ريغن روك هالت بيكن ما زرتها لأنه تأخذ وقت هواية. اليوم مالي خلق يعني زيارة، أو بالأحرى هي كل أسبوعين أزورها مرة لأنه ما عليها أكتيفيتي هواية، مو سريع الشغل بيها يعني. تمام، كل أكتيفيتي تطول أكثر من أسابيع يعني. فهذا السياج خلوني أصوره وأرجع لكم. طبعا هذا جدار ساند إخوان، شوفوا المنطقة عالية كلش صارت، ف بالديزاين محددين هنا ينبني جدار ساند على مود مصدر انهيارات على الطريق، خصوصا انه المنطقة هاي هي مدخل استراحة لسيارات الحمل والسيارات الصغيرة مثل ما تشوفون هنا. هذا المدخل، هاي ايضا من ضمن فقرات او اجزاء المشروع. وهذا شوتس فاندز اينز اللي هو اصغر من هذاك. ايضا نفس البي بي تي. شوفوا هنا دي يشتغلون بتيونينج ماتيريال بالجوينتات بين الكبستون وبين الاسفلت. شوف هذه مهم جدا انه تنشغل هذا اللام شوت سباند من الضوضاء. هاي الحمامات هنا ريحة الأسفلت أو ريحة الربرايز، ربر طبعا كله مبين مال حتى تغيرات مصهورة يعني. شوفوا هاي الاستراحة، هاي الحمامات اللي راح تكون موجودة بالاستراحة. تمام، من يشعل ضوء أحمر يعني اكو احد جوا، من يشعل ضوء أخضر يعني ما بي أحد. حديثة، تصميم حديث. يودينا على البحيره. عندي جسور السبعينات بعد كلها ما كملتها اللي ارقامها بالسبعين بعد كلها ما كملتها، وللاسف الفيديو يمكن ما راح اصلا اكمل وياكم باقي الجسور، بس ما بقت بس جسور تقريبا، معظم الاكتيفيتي شفناها. بقى مجرد عمل كوبي بيست مكرر من باقي الجسور، واذا اكو شيء جديد اضيفه ان شاء الله على الفيديو. وتحياتي للجميع، حماكم الله ووفقكم لكل خير.
باقي شوية اخوان بالباتري مال الموبايل. وصلنا الجسر 65 64، هذا الواقفة يم السيارات هناك. هو بس هدم ودفان يعني التغى، وهذا مثل ما تشوفون اللامشوتس باند جدران الحامل. هذا جسر 65 ناصبين خيمة فوقها، يعني شنو مثل ما قلنا يعني اعمال ووتر بروف، ماكو داعي حتى نصعد فوق لانه شفناها على الجسر 47 سي. ننتقل الى الجسر اخر اللي هو 66، انتهى ونشوف اعمال جدران البيضاء. هاي قنوات تصريف مياه الأمطار السطحية البريكاست، كانال أو اللامشوتس باند. وتجميع أعمال تجميع الغوغة للفاونديشن مال اللامشوتس باند. شوفوا هنا عندنا الجسر 66 شلون تم تمييز اللامشوتس باند اللي فوقها، تركب فوقها باللون الرصاصي والليلي، تمييزه عن باقي اجزاء او باقي الطريق. وهذه قنوات تصريف المياه السطحية الجسر. هذا انتهى الاعمال به، وهنا راح يكملون اعمال البريكاست للتصريف المياه السطحيه، بريكاست كانالا او شانل او قناه البريكاست كانالا تصريف المياه السطحيه اللي شفتوها اكثر من مره وباكثر من موقع. وهاي المناهيل وهاي خطوط الستور موتر على الجنب تكسير كونكريت. عمال تثبيت حافة الطريق. هنا شوفوا على اليمين شلون تتم عملية تغبيط الجرابن أو القناة السطحية لتصريف المياه، المياه السطحية. شوف شلون فبالوسط هاي راح تصير مثل الفلاش انلت. هنا أعمال ستور موتر
هذا الجسر 67. عبرنا من فوقه اليوم جسر 68. هذا اليوم مشينا من فوقه احنا دخلنا احنا رايحين. هذا كان جسر جنبه تم بناء هذا الجسر أول وبعدين تم هدم الجسر هذه نعمل ستور موتر أعطوني مجال أصور شوية. دا أصور والموبايل على الشاحن أهم شيء ما يسد الموبايل. شوفوا هنا تحت الجسر عمال الستورم ووتر البايب مالته شلون حيكون من تحت. شوفوا هنا الستورم ووتر شلون عند الروافد أعمال كردستان أو استكمال أعمال كردستان. ممكن تشوفون هنا كردستان أعمال كردستان. شوف اخوان هنا اعمال الكربستون مثل ما جاي تشوفون هاي الفلاش اليت الستور موتر هنا الهانشينج يسووهم بهالطريقه يختلف من عندنا مثل المورتر موين والاكسبنشن جوينت هذا كل تقريبا كل 6 امتار يعني كل 10 حبات اكسبنشن جوينت. شوف تمام هذا سيلتكس سيلوتكس شيت او سيلتوكس شيت ما اعرف بالانجليزي كنا بالامارات نشتغله إذا سب متر خاصة. هذا الجريدر ده يشتغل فوق المواليد هنا الاكسبنشن جوينت كل 6 امتار او كل 5 امتار هنا 60 سنتي تقريبا او كل متر هاي كل 10 امتار كل 10 امتار الجوينت يعني ماكسيموم 10 امتار اقل ممكن. الهانشينج أو حسب المواصفات الهانشينج. شوف اخوان هذه الجرابن او طبعا اخوان مثل ما تشوفون بالصورة بيها التاريخ وبيها اللوكيشن يعني غيرت الموبايل. هذا موبايل الشركة هذاك خلاص الشحن مالته وهذه احنا هسه حنختم يمكن بالنسبة للفيديو مالنا من هذا الموقع عند جسر 73 واحد بحيرات تجميع مياه الامطار ريجن روك هالت بيكن. مثل ما تشوفون هذه تقريبا منتهين منها وبلشنا بأعمال السياج الخارجي بس طبعا الدائر راح يكون اسفلت طريق اسفلتي دائر ما يدورها. تمام فحبينا نختم ولازم نختم هذا الفيديو
واتمنى الجميع يستفادون، وان شاء الله هذه مو اول مره ولا اخر مره اذا الله خلانا طيبين. كل ما فتره هيك يصير النواهس ومزاج شويه، مرات الواحد ينشغل. لسه تقريبا هذا جسر 73، لسه بعد عندي اكثر من جسر، لسه عندي لغايه الـ80 او لغايه الـ79 دي. ف ما اعتقد راح اقدر اصور لكم فيديو، لانه يا دوب يكفيني شغل الموقع صور تمام، ولو حطه اني على الشاحن، بس اذا ابقى انتظر يشحن لازم اتاخر. هذا ايضا آخر نقطة في جولتنا لهذا اليوم وآخر منطقة في جولتنا لهذا اليوم، حبيت أصور لكم توب فيو مثل ما يقول للبحيرة تجميع مياه الأمطار زين، والأعمال الجارية بيها، أعمال أنترافيك تايز انتهى، أعمال الشوتر أو الأجريجيت بالجهة الثانية، وهاي هي راح تكون اذا تسجلت اخر فيديو.